شوف شوف كاس الأمم تربية برب 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 حضارة من تحت الرمال هون في نحت جوا جبال صار في قحط في الجمال فصار في شحط الأجيال والسروال صار زين بخربت أشكال المدينة صرنا أشبه بالمكينة لرؤوس أعمال تخينة فمتلثم بشارع وطالع من شارع لشارع تشوف أنا الحضارة اللي عرفت أيام كنت طالع أنا طابع صحارة غابات ووديان وانت طابع عمارة مولات وأديان فخد بالدان كلام وزان ملان ألوان طبيعة ملان أفكار سريعة ملان أفلام شنيعة ذب شارع الشريعة بعطيك إياها بشكل بحري بحب الناس السميعة واللي بتحكي دغري فعندي الفكرة بتغري لأنها بتخري مش بتروي أنا كلامي رحلة عمري أنا تسنامي بشكل عصري وبالعربي بضل شعري لأنه توبك من أصل مصري وإن كنت لسه مش فاهم فعلى راسك لسه بدري حتى لو في بيننا حدود الترابي هيك تأسسوا هالبلد من البنود والأراضي ما بتعود بس لما عليها ندمع بدك تطلع وتصرخ بدك تطلع وتبشع وانت يومتنا بكفي بس بجثتنا تشعي فراس قرف حالتنا بصفة مهاجر غير شرعي وبأفكاري عم بتشعي لأن كل يوم بشوف جرحة وطبيعي بده الصلحة وبوجه الظالم أحا أنا مش عارف أقلب هالصفحة لأن الموضوع بشدني وإذا ما حكيت فياته بخاف مشروع كيري يغلبني وخذ هالفكرة وابني وخلني أبعد بالحكي شوي السودان سد الغذاء بس بالخليج المي أنا مزيج ميت وحي فبحكي عن اثنين وإن كان راسي طنجرة مغرفة الحكي العين أنا مثال المسنين وتمثال بعد السنين وأنا راجع على بطن الحوت وتارك على الأرض السكين